لك الله يا يوسف، وقعت فريسة في يد إخوتك الحاسدين، ماذا تفعل وأنت الصبي الضعيف اليتيم؟ ألهذا الحد بلغ بكم الغيظ أن تفعلوا كل هذا بأخيكم؟ كيف سنتخلص من يوسف؟ قل ما شئت، لكن القتل لا يمكن أن يحدث. نعم، نتفق على إبعاد يوسف عن أبيه، لكن لا للدماء. إذن نلقيه في هذا الجب. ماذا؟ نلقيه؟ ماذا تقول؟ نلقيه في الجب؟ كيف؟ نعم، نلقيه حتى لا يعرف أحد مكانه، وبهذا نكون قد تخلصنا منه. وماذا سنقول لأبينا عندما نعود بدون يوسف؟ نقول له إن الذئب قد أكله. هكذا تكون النهاية يا يوسف. هيا هاتوا هذا القميص نلطخه بالدماء لنثبت أن الذئب قد هاجم يوسف. القلق على يوسف يقتلني يا أمي. خالتي، أين أخي يوسف؟ لا تقلق يا بنيامين، سيعود سالما إن شاء الله، فإن الله لا يضيع مؤمنا صالحا. ولكن إخوته لا يحبونه، والحسد يأكل قلوبهم على مكانته من أبينا يعقوب. أريد أن أرى أخي يا خالتي. سيحضر يا بنيامين، لا تقلق، سيحضر إن شاء الله، سيحضر سالما، سيحفظه الله يا بني. اللهم طمئن قلب أبي يعقوب على أخي يوسف. ما حال قلبك يا يعقوب الأب؟ ماذا يدور بخلدك يا أبا يوسف؟ ما الذي تخشاه يا يعقوب النبي؟ أأنت مطمئن لعودة يوسف سالما؟ أم أن الشك يساورك في هذا؟ ما بال قلبك ينتفض خوفا ويتوجس ريبة من أبنائك يا يعقوب؟ ما زلت تدعو الله أن يعود يوسف دون أن يمسه ضرر أو يناله مكروه؟ أدعو يا يعقوب، أدعو ليوسف، لعل الله يجعل له مخرجا مما سيحدث له. وتعاون إخوة يوسف على الإثم والعدوان، وألقوا بيوسف الصديق في البئر، ألقوه دون أي شعور بالأسى أو الحزن. فأين كان ضميرهم آنذاك؟ ظل يوسف في البئر في رعاية الله الواحد الأحد وحفظ ربه الحفيظ، فما كان الله ليضيع نبي الله يوسف، ولكنها المحن والاختبارات والبلاء، فسبحان الله الذي يكشف الضر عن عباده الصالحين حين يلجؤون إليه.